ضيفنا بحلقة اليوم معروف بجرأته وبمواقفه وبألحانه صدق وأصالة. غنينا من ألحانه التنورة لفارس كرم، يا سلام لننسي عجرم، تعا خبيك لنجوى كرم، ولها زين العمر، ماني ماني لديانا حداد وغيرهم. الملحن سليم سلامة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بالبداية بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة. انسرقت سيارتك مثل ما عرفنا، كنت راجع من عند فارس كرم. ايه مزبوط، القصة هيك صح، بس انه يعني صارت، ما بدنا كتير نحكي فيها لأنه صار المسألة شو 3 شهور وموضوع بيزعجني كتير، بس انه الوضع ما مش كتير مزبوط. المهم صحتك منيحة. ايه لا الحمد لله، صحتك بالدنيا، هيدا اهم شيء، قلب الرزق ولا بصحابه. خبرنا شوي عن تعاملك مع فارس كرم. مثل ما عرفنا أغنية التنورة ضربت كتير. فارس كرم التنورة بالنسبة له كانت مجازفة كتير كبيرة، لأنه بيعتبر أنه غنية خطرة كتير، وغنية من حيث الشكل الجديدة وجرأة بالكلام. حاولت أنعه قد ما في، وصلنا لمرحلة أنه هاي الغنية يا بتعملنا فوق يا أما بينتهي شيء اسمه سليم سلامة. أنا بالنسبة لي كانت رهان هيك، والحمد لله الغنية ضربت، وضربت بقوة يعني، ودخلت فارس بفتكر على كل الدول العربية، على مطارح ما كان بيدخلها أصلا وما بيقدر يدخلها، منهم مصر مثلا. أنا رحت على مصر، إنه ما معقول يعني، من الأغاني اللبنانية النادرة اللي بتضرب هالقد. ونجحت وضربت. ايه؟ وبيني وبينك قد ايه أخذ حقها؟ قد ايه أخذنا حقها؟ يعني ايه، أنا أخذت حقها 2500 دولار حق اللحن، ايه، و1000 دولار الكلام. ايه بس. طيب سليم، وقت اللي أغنية بتنجح هالقد وما بتكون أنت يمكن متوقع نجاحها هالقد انتشار وهالقد نجاح، بتقول يمكن ندمت أنا على السعر اللي أخذته؟ مفروض كنت أخذ أكتر؟ لا، ما هو لقلك شغلة يعني هيك، ومش قادرين، مش قادرين يعني، شو بدي لك يعني، مشتغل. العيون بالسعر حتى كمان يعني، ليش عم ياخذ هالقد؟ مشكلة. هيدا اللي شو بسموه اللي يعني، ما في توازن بالموضوع يعني. ملحن بيعمل 20 غنية ليصير معه قد ما بيعملوا المطرب بنص، بحب 3 4 حفلات. المعروف عن الفنانة نانسي عجرم بيغلب على أغنيتها الطابع الشعبي، وإنما لحنت لها أغنية يا سلام يلي هي بتاخد طابع كلاسيكي. صح. كيف شفتها بهالأغنية؟ نجحت أصلاً. ايه نجحت الأغنية. بداية نانسي صح يعني، ما فينا، لأنه اسم الألبوم يا سلام، بس هي فاتت بغنية أخص مكة. عرفت كيف تقطف الشارع العربي بذكاء، منها ومن المانجر تبع جيجي لمارا. عرفوا كيف يشتغلوا، وكانوا حاسين انه حيتعرضوا لنقد بهالموضوع يعني. يعني الحديث اذا بقول لك انه صار قبل ما تنزل او تبلش نانسي بهالسكه تبعها، كان الحديث انه حيتعرضوا لنقد، وحتيجي يا سلام تكون مثل ما بقولوا انه تفرجي الناس انه لا، نانسي عجرم مش مطربه استعراض او مطربه طالعه تعرض فستان او شيء، او عرفتي كيف، او اثاره او هيك. لا، كمان عندها اغاني ليفل وبتنجح فيهم. طبعا وهي الشغله يعني ضربت معلم بقولوها بالضبط. وكمان رجعنا عملنا بالالبوم يا طبطب، كمان نفس الموضوع، اجت احساس جديد. صح. يعني ضربت من بعد رابع غنيه، كمان نفس الخطه. وهلا كمان عندنا لمسة ايد حتنزل خلال ايام، تعامل جديد مع نانسي بالبوم الاخراني. كمان اغنية رائعة، عندي غنيتين بالالبوم هيدا. حاولت اني اعمل شيء جديد لنانسي، اللي هو اللبناني الشعبي، مش المصري الشعبي، لانه هي عادة كنت تغني المصري مصر الشعبي. مزبوط. عملت لها ماشي حدي، اغنية كتير مسمعة والناس كتير حابينها، رغم انها ما مصورة بعد. بس ان شاء الله بس تولد يعني، انه بتصورها. صح. لانه صارت هلا مرحله صعبه. ان شاء الله بتخلص بالسلامه. اكيد اكيد طبعا. على سيره التصوير، بتعتبر سليم انه الكليب اذا تصور، الاغنيه اذا تصورت بكليب بتعطيها شهره اكثر؟ بتفضل هالشيء؟ هو صح مزبوط، بس انا راح اعطيك شغله ومش انتقاص يعني، انا بحاول دائما انه ما اتكل على هذا الموضوع يعني. التنوره نزلت كسرت الدنيا وبعدين تصورت، الكليب حلو مهلوم، ما فينا نقول شيء، ومش عم بنتقد الاخراج. بس انه ما اضاف للغنيه نجاح، عرفتي كيف؟ هو يعني بيعطيها شهرة أكثر. لا لا، في أغاني، لا في أغاني ما بتبين إلا لتتصور. صح مزبوط. يعني بس تصور. هلا مثلا نجوى غنية تعا تعا خبي، كنت نازلة بالألبوم بأغانيها وكذا، الغنية عم تنحط وما كانت مدعومة ولا شيء، بس تصورت أخذت بوش أكثر. اتعاملت مع الفنانة إليسا؟ لا والله بعد يعني. طيب. يعني بالنسبة لإلي أنا بحس إنه يمكن بعد مفروض إني أشتغل مع إليسا، مع انه قعدنا وحرام يعني، حتى المانجر تبع امين
كمان كذا مرة بيقول لي شو كذا، وحتى يعني من روتانا صار في كذا مرة حكي. بس بتعرفي شو، ما بحب فوت إلا بكون بعمل يعني حس حالي إنه لأنه أصلا بقوة. إيه وجه من لبنان لسه كمان، يعني إذا اليوم نجحت بغنية لبنانية كتير فخر لإلي، أنا كتير بنبسط. شو رأيك بصوتها؟ فريد من نوعه، مميز يعني، بتسمعي بتعرفيه، ما بتعرف تتحذري. حنون فيه لا لا أجمل شيء بصوت أليسا إنه مميز وإحساسها كتير عالي، يعني بتغني بمطرح بتشدك خلص، ما مش مطلوب شيء أكتر من هيك يعني. المعروف عنك سليم إنك بتحب تعطي ألحان لأصوات مميزة، مزبوط؟ صح. طيب تعاملت شيء مع الفنانة هيفا أو بتحب تتعامل معها؟ إيه أكيد بحب أتعامل معها. لقلك ليش؟ لأنه أنا إذا بتعامل مع هيفا مش ما بيخدها كصوت، يعني أنا ما بعرف ليش خلطوا بين هيفا والمطربات، يعني بمجالها نمبر وان. هلأ تراجعت ليه السبب؟ لقلك ليه؟ سوء اختيار، يعني عند كارثة بآخر ألبوم، أنا بعده كارثة، يعني سوء اختيار بشكل مش طبيعي. يعني إيه كانت أذكى من هيك تختار، يعني في إشي تختارها ليش قولتك؟ يمكن يعني فريق العمل اللي حواليها. أكيد بأثر، كله بأثر. ويمكن كمان بيوصل لمرحلة الفنان كمان في شغلة لازم ينساها، يعني مني وجر أنه مش كل شيء بنعمله بيضرب، ومش كل شيء بنغنيه بده ينجح. هي الاستمرارية هي المهمة، هيدي المهمة، أنه يضل حاسس حاله الواحد، مني وجر عم بحكي مش عم بحكي، يضل حاسس حاله أنه بعده مش عامل شيء. يعني عرفتي على أول طريق. إيه بفتكر بيستمر، يعني في ناس كتير هيك ضو بهارون صارت شو ما كانت، يمكن هيك أو مجاملة، في ناس كتير كمان فنانين بيجاملوا ملحنين وشعارة بس يمكن يفشلوا ببعض الأحيان. أكيد طبعا هاي المشكلة. سليم إذا بدنا نحكي شوي عن الفنانة يارا، تحب تتعامل معها مع أن أكترية ألحانة هي لطارق أبو جودة؟ ليك هلا ما يزعل طارق، ما بزعل طارق. ما بزعل، لا بالعكس، أنا اشتغلت معها بأغنية خاصة، أغنية كتير حلوة، لا أغنية خاصة يعني بريفي خاصة. يعني يارا صوت بياخد العقل، واللي عم يعجبني فيها انه عم يعني عم تنجح ستيب باي ستيب، عم تطلع الدرج إيه؟ درجة درجة. ايه هلا نشحت ما نشحت بألحان طارق أبو جودة، يعني ما عملت فيديت قصدك هيت لا لا ما عملت فيديت من ورا طارق، بالعكس يعني عملها ألحان حلوة مهضومة بس ما ضربت، يعني ضربت مع باسم يحيى ببصلي لو بصلي هيدي، وضربت مع ناصر الصالح صدفة ومن بين هيدي، عملت لها انتشار. عرفت كيف؟ هلا في لحن جديد عملوه مش لطارق، هذا يوناني لحن. عرفت كيف يعني الموضوع؟ بس الذكاء تبع طارق وين؟ أنا رح أقول لك، ذكي جدا، هو عرف يفصل طارق أبو جودة كملحن وطارق أبو جودة كمدير أعمال ليارا. يعني حس طارق إنه ألحانه ما خدمت يارا كتير، ففتح الطريق لغير ملحنين يفوتوا. لمين بتطمح تلحن سليم لحن؟ ابدا ابدا ابدا، انا ما عندي ما في شخص معين، يمكن انت بتحب من حب. ايه